السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نتعامل مع الريلينج. لو انا عايز ارسم ريلينج، في الاول برضو اخش على الاعدادات، ريلينج سيتنج، ابدأ اشوف الاعدادات اللي موجودة هنا. المسافات ديت تمام، هنا مثلا مسافة 40 من هنا لهنا، رقم 2 دي 20، تقدر تعدل فيهم زي ما انت عايز. الخمسة اللي هي الحتة اللي في الاخر ديت، هنا الحتة اللي هي المسافة من هنا لهنا، اللي هي الحاجات الرأسية، وتقدر تغير الشكل. يعني تيجي هنا وهتلاقي أشكال كتيرة تقدر تختار منها اللي انت عايزه. مثلا تختار حاجة بالشكل دوت، تختار حاجة بالشكل دوت زي ما انت عايز، وتقدر تختار السايز زي ما انت عايز برضه. طيب هقول له اوكي، وهقول له انا عايز ارسم الريلينج. هبدأ ارسم الريلينج مثلا من هنا اهوت، لهنا 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 ليه هنا بالشكل دوت.